هذا الموعد السنوي الذي يصادف تخليل اليوم الوطني للسلامة الطرقية بالمملكة المغربية في دورته 12. اليوم نخلد الذكرى 12 لليوم الوطني للسلامة الطرقية من بعد ما تم تخليد أول مناسبة سنة 2006. هذا اليوم أصبح مكسب حقيقي لملف السلامة الطرقية في بلادنا، بحيث تكون فرصة لجمع كل الفاعلين المعنيين بملف السلامة الطرقية، وكذلك مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من عمليات ومشاريع في مجال السلامة الطرقية، وكذلك تقييم المعطيات الإحصائية والوقوف عند نتائجها، ولكن كذلك مناسبة لاستشراف الآفاق المستقبلية في هذا المجال. الجمهور متشين، المسؤولين إعلان يعني الأرقام لا تشجع، لحقاش 4000 لكن إيوجين مدن مثل تعيالين كلشي يعني الحرب الناس دي قوسارة والناس الحرب ليس سوى خل حرب. كنشكر جميع الناس اللي داروا هذه المجهودات الجبارة، فهمتني، وكنتمنى طريق سلامة للجميع، وفي نفس الوقت نوصي جميع مستعملي الطريق بالحذر والمسؤولية، وخصوصا السائقين المهنيين، وهذا تشريف وتكليف في نفس الوقت، باش هكذا نكونوا عبرة للناس اخرين ونعاونوا ونساعدوا، لان السائق المهني عنده واحد الدور اللي كبير، فهمتني، ماشي سهل، لان السائق المهني 50 الناس مسؤولية على نفسه.